كان لمعركة الشرطة بالإسماعيلية وقع زلزال تجاوز حدود المدينة ليشمل أرجاء مصر كلها، مصر التي انتفضت لخوض معارك جديدة من أجل الحرية. نضال الشرطة ده مهما هنتكلم عليه مش هنديله حقه. هو عسكري الشرطة ده البسيط، الفلاح البسيط اللي جاي من الغيط بيقضي خدمة سنة اتنين تلاتة وبتاع، وبعدين يجي يلاقي نفسه في مواجهة ضد قوة عظمى عالمية بأسلحة تقيلة ويضحي وعارف انه هيموت ويخش يموت. دي أثرت فينا احنا وفي الشعب المصري كله، ان الشرطة المصرية دي ليها الفضل الأكبر لبداية الحرية المصرية من الاحتلال الإنجليزي. 25 يناير يعتبر تاريخ لفترة، بداية فترة جديدة في تاريخ مصر وفي تاريخ الإسماعيلية. أفتكر أن الراحل العظيمة والدي كان كلما تذكر 25 يناير كان يبكي على الشهداء، وكان يقول مصر ضحى ناس كتير قوي عشانها. فهل إحنا متذكرين الناس دول؟ انا لما بقعد في اي قعده بقى وبتيجي سيرته واشوف حب الناس بقى واشوف سيرته الطيبه، ويعني كان يتيم خالص لوحده هنا، كان متربي من غير بابا ومامته، سبحان الله يعني ربنا اراد ان كل البلد تبقى اهله وكل البلد تحبه واسماعيليه كلها تحتضنه. مفتقده لما توفى يعني، لكن كانت حياته شاهده ان الجدع جدع والجبان جبان يعني.